بنقول لك يا بنت اقدر. نعم يا ولا يا مغاور. انت صحيح عايزه تتجوزيني؟ ما بترديش ليه؟ نرد نقول ايه يا مغاور؟ هو في واحده في اسكندريه بحالها ترفض تتجوزك؟ طيب يعني هنستأذن، يعني هنطلع نغير هدومي ونجيلكوا تاني. يا ريت ما تجيش تاني يا صالح، أنا في كلام عايزين نقوله المغاوري وهو كمان عايز يسمعني حاجات، والليل لسه طويل. البيت فيوزاتها ضربت. يا أم الصلاة أنا هنكت ودماغي عاوزة سوفت وير جديدة. يعني ما بتتكلمش ليه؟ أنا خلاص اتكلمت وسألتك. وأنا جاوبت. مش مصدقة. يعني عايزني نحلف؟ تحلفي على إيه؟ نتكلم بقى جد يا مغاوري. ايوه الله ينور عليكي، انا عايز نتكلم جد، عايز نسمع اداره بنت خالتي اللي هي متربي معاها في بيت واحد في السياله. امال انا مين؟ انت بقيتي واحده تانية. انت مش اداره اللمضه اللهلوبه اللي نكلمها كلمه ما نخلصش من العشره اللي في لسانها. انت مش اداره اللي بتحط الوكمان في ودانها وتسمع وتغني وتسمعنا عمرو لحكيم لمنير لأنغام لأصالة لشيرين ومليون واحد واحدة بيغنوا. مش انت قدرة اللي انا شايفها اللي دلوقتي بس فاضية للذواق واللبس. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ ايه ده؟ ايه ده نيو لوك مش عاجبك؟ الاول احلى. انت هتعمل زي حمادة سالم، كان كل ما يشوف وشي يغني لي الاغنية دي بتاعت محرم فؤاد اللي بتقول ما تلونيش خدودك وما تلبسيش حلق. انت كده بطبيعتك من اجمل ما خلق. حماده سالم كان بيغني لك كده؟ ايوه، كان كل ما يشوفني يديني محاضره. والله برافو عليك. بلاش هزار بقى يا مغاور، انا كنت عايزه نطلب منك طلب. يا سلام، طلب؟ خليهم طلبات، اي تحت امرك طبعا. انا عايزه نسافر بيروت نعمل عمليه. ايه عمليه؟ ايه عمليه ايه؟ ايه يا بت مالك؟ في ايه؟ فيك ايه؟ انت مش فاهم، عملية بتاعت البلاستيك والسيليكون. ايه ده؟ ودول تعبينك من امتى؟ اني هنفهمك. وسع. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده يا صالح؟ عشان افوقكم الوهم اللي انتوا عايشين فيه. انت مش راضي عليها يا مغاوري؟ شكرا. ادينا رجعنا للجد، للسؤال اللي انت هربتي منه ومش عايزه تجاوبيني عليه، وعماله تدقلجيني بقى من حاره لزقاق ومن زقاق لعطفه. المساله بسيطه قوي، واني هنفهمها لك. عايزنا نفهمك؟ قوم بينا نقعدوا في حته على جنب لوحدنا. طبعا ابن خالتي واخويا زيك زي الصلاه على النبي بالظبط، مفيش ايتها فرق بينكم انتوا الاثنين، حتى من غير ما تكونوا يا سيدي راضعين على بعض ولا حاجه. انا عمري ما حسيت بحاجه ناحيتك غير كده، ولا عمري شفت في عينيك نظره غير اللي بنشوفها في عينينا اخويا. حلو قوي، حلو قوي قوي ده. ايه بقى ال ده؟ امك رزقه وامي عظيم، من ساعه ما ربنا اراد ونزل عليك نعمته سيل غرقك وغرقنا وغرق كل اللي حوالينا، وهم جالهم لطف. واحده قعدت جنب التانية وقعدت توشوشها، قالت لها معقول يا اختي هنسيب مغاوري وجبل الفلوس اللي قاعد عليه ده يروح مننا وواحده من بره تيجي ترسم عليه وتاخده؟ يا اخي بعدها وبعد اللي خلفوها. وبعتوا جابوا سيدنا الشيخ عشان يسألوه، وفعلا قال لهم خمس رضعات بشبع. قالت لها افتكر يا عظيمه كانوا خمسه ولا اكتر؟ قالت لها كانوا ثلاثه ويمكن اقل كمان. فين بقى المشكله؟ مفيش. انا كمان استخسرتك في غير. طبعا يا اهبل، خالتي رزقه وام عظيمه بيعتبروك ملكهم، واختي اداره كمان. انت صحيح زي اخوها بس بتعتبرك بتاعها، وهتزعل قوي لو بقيت بتاع حد تاني. ولا أنا مش بتاع حد، أنا بتاع نفسي. ونفسك دي بقى اسمها رانيا. طب اطلع لي، اطلع لي يا جبال. طب انزل لي، انزل لي يا شجاع. المايه أخبارها إيه؟ بديعة، بديعة. يلا غير هدومك وحصلني. نغير إيه؟ مغاوري دايما جاهز. ولا ولا مغاوري إيه؟ لا بص ما بلاش بالحركات دي. الحقيقي يا رزا بيتعاركوا يا رزا. ايوه عليك وعلى الغاغه اللي انت عاملاها، جدعان وبيهزروا سوا، هي اول مره؟
دول في الميه يا رزقه. الاثنين عوامه ما يتخافش عليهم. وحياتك لولا الملامه لكنا اشترينا مايوهات ونزلنا وراهم. يا فضحتي انت بتقولي ايه يا بيت؟ انت عشان احنا عندنا شغالين رجاله وستات هيقولوا علينا ايه؟ حالك يا ماره، شفتينا لبسنا ونزلنا؟ اذا كانت اداره بنتك الشباب والجمال ما عملتهاش هنعملها اني؟ على رايك. اني بس عاوزين نعرف البت كانت بتقول ايه لمغاوري؟ انا خايفه لكون قالت له على حكايه سفر لبنان. لا هي الحكايه دي بجد؟ لا ده تبقى اتخبطت في نفخها. انا مسؤوله عن اللي في ضميري انا، ومليش دعوه باللي في ضمير غيري. مالكيش دعوه بغيرك يعني ايه؟ الله مش دمك اداره؟ قلت لك انا مسؤوله عن اللي في ضميري وبس. ايوه مهما كان برضه الست جاهله يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتشتم في امي؟ طب اقفل بقى لان سمعك اللي عمرك ما سمعته. والله ما اقصد، انا بنحاول نقول لك بس يعني ان. وانت مالك ومالي اصلا؟ نتجوز مغاوري ولا نتجوز غيره؟ انت مالك انت؟ مش احنا اتفقنا اول ما طلبتك تسمعيني للاخر؟ ما كنتش نعرف ان مكالمتك دي هتعصبني كده وتحرق دمي. لو سمحت بقى ممكن تقفل؟ ما هو لو ما سمعتنيش انا هنجيلك بنفسي بكره وهنقول لك اللي انا عايزه. مع السلامه يا استاذ محمد. سكتت. بس كانت بتتكلم. يمكن تكون بتحلم. فرضنا ما كانتش بتحلم. يا حبيبتي معقولش؟ لا انا مش هنسكت. يعني مش نايم. يبقى ما كانتش بتحلم. هو فين؟ ها؟ هو مين ده اللي فين؟ انتوا بتدوروا على ايه؟ القهوة الخافية يا حبيبتي. راح فين؟ يبقى استخبى في البلكونة. لا الكدبة خيبة. هو اكيد في الدولاب. دي بتلعبنا يا عظيم. يلا يلا احنا كان بيتهيأ لنا. كنت بتكلمي حد يا إدارة. والحد ده يبقى راجل. والراجل ده موجود في اوضتي ولوحدنا بعد نص الليل. هي دي اخر تربيتكم فيا مش كده؟ هي دي اخرتها بعد كل السنين دي. ولا حد همسلي همسه جرحتني ولا كلمني كلمه ضايقتني، صح؟ جيت تدوروا على راجل في اوضتي بعد نص الليل. عبد الله يا اداره ما عاش اللي ظن فيكي كده. لا عاش وهو واقف قدامي اهو. بصي يا حبيبتي احنا الاتنين جوز نسوان جاهلين. وانتي المتنوره المتعلمه اللي فينا يا بنت فتح الباب. غلطنا عكينا نعمله ايه؟ قدامك حل من اتنين، يا تصدقينا وتسامحي يا تكدبينا وتفضلي مخصمانا لحد يوم الدين. خدي ودي مع نفسك وردي علينا الصبح. يلا بينا يا عظيمه نسيبها تاخد وتدي مع نفسها، بس انا لو منك نختار الحل التاني. بقى كده يا موجه كنت عاوز تغرقني؟ نغرقك يالا، ده انا كنت عايز نعلمك الغطس. ده انا شربت نص ميه الحمام يا جدع، ده انا حاسس اني مخنوق عاوز نرجع. وماله؟ ادي وشك كل بسين اديها. هزارك رخم وتقيل يا جدع. انت اللي استفزتني. كل ده عشان جبت سيره السنيوله رانيا؟ صلاه لا. بص انا بنتكلم جد دلوقتي، النقطه دي مش عايز اظهر فيها تاني. ما انت كمان دلقتني، كل ما نيجي نجيب سيره المحل انا عاوز ناخده. ايه؟ تقول يا صلاة؟ ايوه كل ما نيجي الوقت الجد يا اما تعمل لي سرحان يا اما بتكلم حد. بلاش يا اخي، الله الغني عنك وعن فلوسك. اي من بكره هنرجع شغلي. انت عارف ايه مشكلتك يا صلاة؟ انا ما عنديش مشكله. لا عندك عندك، انت شاسيه يخد ويملى العين لكن ملوش موتور، يعني يرن على الفاضي مفيش حاجه تشغله. شاسيه بقى زي الطبله كده. هي بقت كده؟ ماشي يا عم. طبعا ما انت الشاب المعجزه، ليك حق تقول انك انت الشاب العبقري كل الناس شاسيهات غباوه. بكره نكبر ونبقى قدك يا عم، اللي اعطاك يعطينا. تعالى هنا يا صلاه. صلاه راح فين؟ تعالى هنا. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ما تقوليش يا هبل. امال نقول لك ايه؟ قولها زي ما كنت بتقولها زمان. تعالى يا صلاه قرب مني كده، قرب، بص في عينيا. ايه اللي اتغير فيا؟ شكلك زي ما هو ما اتغيرش، انما نفسيتك. نفسيتي؟ ايه؟ مالها نفسيتي؟ ايه اللي اتغير فيها؟ مش عارف، بتهيألي مش زي الاول وخلاص. ما طبعا مش زي الاول يا صلاه. طبعا مش زي الاول، انا لحد دلوقتي مش مستوعب. مش مستوعب بالبه؟ اهي دي مثل. كان لازم نفكر في تعليمي اللي ما كملش وناخد الثانويه العامه وبعديها نفكر في الجامعه. عايز نعمل عمليه اصلاح زي ما بيقولوا، اصلاح ليا وللناس اللي حواليا. وما بين الاهل والقرايب هم الاولى، يبقى هم نمره واحد. على فكره انا سامعك كنت بتتكلم على المول بتاع زازينيا، واخد قرار
وقرارات كتير قوي، وان شاء الله بكره هنقعد في مكتب الاستاذ مختار ونتكلم مع مؤنس وشهيره وهننفذوا حاجات كتير قوي. اهو ده الكلام يا ابن خالتي. معلش انا اتسرعت، انا زي ما انت قلت بالظبط، انا حمار. لا انا قلت اهبل. خلاص يا عم عديها، خليها اهبل وحمار. انا حجزت لهم ديوز في البلاش الخاص اللي في المنتزه، حجزت لهم كابنتين والشماسي والكراسي، وفي هناك روم سيرفيس. انت هتقول لي ما انا عارف. طب ايه المشكله يا مدام مرجان؟ تحت امرك يا فندم. مفيش داعي المرجان، قولي لي ايه المشكله على طول. عارف الاوردر اللي طلبته رزق هانم عشان ياخدوه معاهم البلاج؟ محشي دولمه وبسره باللحمه المفرومه وملوخيه على شوربه بط وفته كوارع والحلم ام علي وبطاطا بالبشاميل والمكسرات. ايه معقوله؟ يعني مش وجبه جافه ساندوتشات مثلا؟ لا ده مليون غواصه محتاج طبليه. خلاص خلاص احسن نازلين اهم. دول زي ما يكونوا رايحين كارنفال في البرازيل. الغي الاوردر وانا هتصرف. يلا يلا. اوكي ماي جاد هيلب يو. الفول زي ما حضرتك طلبت بالظبط بالسمسه والخلطه. وانت البيض اومليت. انا مش عايزاه قرص، انا عايزاه مدهوك. نغيره لحضرتك. اما ايه؟ زي ما طلبت الفول بتاعك بزيت الزيتون. ميرسي. انت واقف كده ليه؟ ما تيجي تقعد يا عصام. متشكر يا فندم، انا فطرت من شويه. اكسكيوز مو مسيو عصام، مسيو مغاوري ومسيو صلاح هينزلوا يفطروا ولا نطلع لهم الفطور في الاوض؟ انت ما سالتنيش اني ليه؟ ولا اداره ولا عظيمه، اشمعنى هو اللي سالتيه؟ انت مخصمانه؟ برضه يا رزق هانم العفو. لا طبعا، بس مسيو عصام نبه عليا وقال لي ما تضايقيش الهانم، واي حاجه تعوزي تكلميها فيها تعالي لي الاول. على العموم مغاوري بيه وصلاح بيه نزلوا من بدري ومرجان حضر لهم الفطار خلاص. اه بون، ده اكيد قبل ميعادي لان انا السكادجول بتاعي بيبتدي الساعه 8 صباحا. اس ايه يا عمر وتطلع ان شاء الله. تلاقيه صام في اكله على فرانكو. ماما طنط، سكادجول ده يعني جدول اعمالها. مدام اخلاص قصدها تقول لكم ان جدول اعمالها ده بيبدا الساعه 8 صباحا. اكزاكتومون، ميرسي بوكو مادموزيل اداره. بص انا عايزه اقول لك على حاجه، من ساعه ما حطيت رجلي في البيت ده انا بالعربي كده ما بنحبش نظام الرطن بتاعك ده، يعني كده بنتشائم منه، اعتبريها كده. حاجه تانية كمان، النفخه الكدابه دي يا حبيبتي احنا مالناش فيها خالص، وبالتحديد انا ماليش فيها خالص، ونظام حسنه ونسيدك ده بعد عنك وحش على جتتش. اوكي هانم خلاص، كل الكلام من هنا ورايح باللغه العربيه، مفيش انجليزي ولا فرنساوي. اتفضلي مدام اخلاص. داكور مسيو عصام. البلاش جاهز في انتظاركم، خالد معاه كل تصاريح الدخول ومعاه الفلوس اللي ممكن تحتاجوها. انا هروح للاستاذ مغاوري عند الاستاذ مختار المحامي، تامره بحاجه. بون ابيتي. على اذنكم. ان شاء الله يبقى ربنا يخلصنا منكم على خير. كل تالي مختار كده يبقى اتاخر شويه. ساعه الا ربع مش عادته ابدا. طب ما نتصل نسال عليه. ادخل. على فكره يا استاذ، الاستاذ مختار اتصل من بدري حضرتك وبيبلغني اعتذر لحضرتك لانه بعافيه شويه ومش هيقدر يخرج، وبلغني احضر الملفات ديت لنبيل بيه. استنى استنى شفيق، راجع الملفات دي على مكتب الاستاذ مختار. يلا امر سعد. هو في ايه يا دكتور؟ يبدو انه مرض سياسي. انا مش فاهمه اي حاجه. مختار بيحتاج عشان نبيل تولى مكتب اسكندريه، لكن يعني من باب الادب والاحترام محبش يقول ده في وشنا. قالوا بقى بشكل دبلوماسي. احنا مؤاخذة يا جماعة اتأخرنا عليكم، انت مؤاخذة. صباح الخير. ايه؟ مالك في ايه؟ اهلا يا صبر. لا ابدا ما نمتش كويس بس ودماغي هتتفرتك. ما انت اللي صممت تتفرج على قنوات الاخبار من الجزيره للعربيه للمصريه، اللي في العراق واللي في غزه واللي في دارفور. امال يعني هتفرج على ايه تاني؟ كنت طبعت راني وقعدت اتفرجت معاها على قنوات الاغاني. ياه الله اكبر. على فكره بقى انا بفكر اشفر المحطات البطاله دي. طب افرض بابا بقى هو اللي عايز يتفرج عليها. خليكي شجاعة وقولي الكلام ده في وشه. على فكرة بابا ده حبيبي،
عمره ما خلاني نخاف منه. انا بقول الكلام ده هزار مش قله احترام. طيب بقول لك ايه، نديل ياخد معانا قرشتين بشاي قبل ما ينزل. لا ده صمم ينزل من بدري على القهوه التجاريه عشان يشرب القهوه مع عمك فياض. ورانيا فين؟ راحت كليتها من بدري، تخرج منها على شبكه صاحبتها دعاء. واستاذنت مين؟ لا دي قالت لبابا ما تقلقش كله تمام. بصراحه انت اللي قلقني ومش عاجبني. انت ما رحتش شغلك النهارده ليه؟ مش محاكم ولا ايه؟ لا مفيش مزاج، مريح شويه. مفيش حاجه هتتعمل من غير الاستاذ مختار. يا مغاوري مختار موجود والحكايه مصاب عيان عنده شويه برد. لا لا الحكايه كده فيها سوء تفاهم وقلنا وزعل. لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه، ابن سعادتك ده بيعمل ايه معانا هنا في الليله؟ انا ابويا الحاج صالح قبل ما يموت، قصدي انا ابويا الحاج صالح قبل ما يختفي ويهرب يعني، قصدي يعني قبل ما يمشي، قال الدكتور مؤنس الاستاذ مختار وبس. ده مكتبنا كلنا يا استاذ مغاوري، وانا مش هنا بصفتي ابن الدكتور مؤنس، انا ابنه هناك في البيت. انا هنا نبيل مؤنس المحامي، ماجستير في القانون وطالب دكتوراه ومحامي امام القضاء العالي ومجلس الدوله. يا عم الحاج انت كل الحاجات دي، كل الحاجات دي جميل، وفيهم كمان حته من عندي انا، بس انا عايز مختار. الراجل عيان، بكره ان شاء الله هيبقى موجود. يا مغا يا حبيبي ما اعتقدش في اي مشكله كده. لا مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. لا عادي، ايه احنا نستنى، احنا كده نورمال، نستنى بقى ايه لما الاستاذ مختار يجي والدنيا ما طرتش. طب ومعادك مع اصحاب المول بتوع جيزانيا والمكتب اللي هتاخده النهارده انت واختك؟ مغاوري لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، احنا معاك يا سيدي لغايه ما مختار يقوم بالسلامه. للاسف هيفهموها على اني بضغط عليهم وبلوي دراعهم، علشان كده قلت لشفيق يسلم كل القضايا اللي عندي لنبيل مؤنس. طب ما كنت اتكلمت مع الدكتور مؤنس بصراحه وواجهته، فهمته ان مكتب اسكندريه ده من حقك. الدكتور مؤنس استاذي اللي درس لي في الجامعه اولا، واستاذي اللي علمني المهنه وسالني اسرارها بالمعلقه ثانيا، واحتضنني وشغلني باسمه في مكتبه ثالثا، وبعدين ديونه اللي في ذمتي مغرقاني، ما اقدرش دلوقتي اجي اقفله واقول له حقي. كل اللي اقدر اعمله لو مش عاجبني الوضع الجديد اني انسحب في هدوء. طب قضيه مغاوري؟ لا دي استثناء، وهفضل اشتغل فيها حسب الاتفاق اللي عملناه مع صالح الحمود لغايه ما تنتهي. لا خليك انت يا ابي، ده اكيد الدليفري من السوبر ماركت. صباح الخير. صباح الخير. يا ترى الاستاذ مختار موجود لو سمحت؟ مش تفهميني، طيب واخداني على فين؟ أنا ما نحبش نتشال كذا شوية بطاطس ونتنقل من مكان لمكان وأنا مش عارف أنا رايح فين. وأني كمان. أدي إحنا يا سيدي قربنا نوصل أهو. أنا حكيت لك على ظروفي الشخصية لسببين يا أستاذ مختار. السبب الأولاني هو إن أنا وبابا بنعتبرك واحد مننا، وعمرنا ما تعاملنا معاك على إنك مجرد زميل أو محامي ماسك قضايانا في اسكندرية. والسبب التاني عشان تفهمنا وتشوف الموضوع على صورته الحقيقية، هو إن أنا جاي هربان، لاجئ اجتماعي لمكتب اسكندريه، لغايه ما تم موضوع انفصالي عن بنت خالتي في هدوء وبدون اي احتكاكات تدمر العيله. بس المساله يا نبيل ما وصلتش لحد الانفصال. صدقني وصلت، وبابا عارف ومقتنع ان الحياه بينا بقت مش نافعه، وان اصلح حاجه ليا وليها اننا نتبع مبدا شيل ده عن ده يرتاح ده من ده. انما المشكله الحقيقيه في الهانم والدتي، انت عارف انها منفصله عن بابا من سنين، وكان إصرارها على جوازي من بنت خالتي مجرد موقعة من مواقع الحرب اللي دايرة بينهم، ومستحيل إنها تتقبل فكرة إن الجوازة دي تفشل. طب والحل؟ الحل اللي أنا عملته، إن أبعد وأهملها لغاية أما هي تطهر. وهي اللي تطلب الانفصال. بالظبط كده. أنا بلغت خالتي مامتها إن بابا عايزني في مكتب اسكندرية عشان قضية صالح الحمولي. طبعًا هي ما صدقتش، وواجهتني ان قضية صالح الحمولي في ايد الدكتور مؤنس شخصيا. هي قضية صالح الحمولي بقت مشهورة للدرجة دي؟ طبعا، انت ما بتقراش مجلات النميمة واخبار الفضايح والمجتمعات اياها. حدوتة اسمة هانم وولادها وابن جوزها والمقلب اللي اداهولها صالح الحمولي ماليين الدنيا. متهيألي يا نبيل انا كده فهمت الموضوع كويس، ما بقاش فيه مشكلة. ومع ذلك انا اضيف في مكتبك هنا مؤقتا، لو المسألة ما طولتش هقولك السلام عليكم وهرجع على مصر، إنما لو طولت هشوف شقة خاصة بيا وهعملها مكتب أعلق عليه يافطتي أنا. أستأذنك. لا ودي تيجي يا نبيل، لازم تشرب حاجة الأول. القهوة يا مختار. دي لسه فاكرة؟
انا متشكر، ارجوك يعفيني. معلش اصلها فرت واندلقت دي المره الاولانيه، في المره الثانيه بومبه الغاز خلصت اضطريت اعملها على السبرتاي. ولا يهمك يا مدمازيل. سمر اختي خريجه ألسن وبتحضر ماجستير. اهلا وسهلا. دلق القهوه خير بس مرتين كتير. ادينا وصلنا اهو يا ستي. يلا بقى انزل. انزلوا انزلوا نروحوا فين؟ لا لو سمحت قبل شهيره مش عايزين تعليق، مش عايزين تعليق. ها بقول لك ايه، احنا وصلنا الميعاد يلا بينا. ايوه الميعاد ده مع مين؟ هي دي بقى المفاجاه. حضرتك واقف قصاد بيت اخواتك يا استاذ مغاوي. لا بتهزري؟ وكلها ثواني هتشوفي. يلا بينا. معقوله؟ هاي نستأذن اني بقى هنستناك في العربية. لا تستأذن اني ايه، بقولك ايه ما تسيبنيش لوحدي عايل انت. هو انت خايف من اخواتك ولا ايه؟ لا طبعا. طب يلا بينا خد المفاتيح. يلا يلا يا عيني يلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي يا هاني. اتفضل يا استاذ. تعالى يا مروه. اتفضل. شرفت نورت. اهلا بيك. اتفضل يا استاذ. ايه ده يا شهيره؟ الباب فاضي ومعزله؟ بقول لك ايه يا كامل؟ الهانم وبقيه الجماعه فين؟ حالا يا فندم هينزلوا دلوقتي. سعادتك تشربي سخن ولا بارد؟ قهوه سكر زياده. والاستاذ؟ عرسوس. سعادتك عندنا عصير كوكتيل؟ اناناس؟ دوم. تشرب ايه سعادتك؟ يعني شوف اللي تجيبه يعني من اي حاجه من الثلاثه. تحت امرك يا فندم. ايه الحكايه؟ مفيش ولا حكايه ولا حاجه. خليك كول يا حبيبي. كول؟ يا ريتني كنت استنيت بره مع الصاله. اهلا وسهلا. اه يا شهيره ازيك؟ ازيك يا طلعت؟ ده مغاوري اخوك. سلم على طلعت يا مغاوري. اخوه الصغير. هو ده بقى مغاوري؟ بالحضن يا طلعوت. بالحضن يا اخويا. بس 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 بس. ايه ده ايه؟ لا ده ايه؟ اهدى ايه ده؟ احنا القدر فرقنا ورجعنا تاني لبعض. بص بقى. يا اخي بوست ايه؟ اهدى مش كده. هاي هاي ازيك يا مجدي؟ سلم على مغاوري يا ميكو. انت مغاوري؟ وانت مجدي. تعرف ابن اخوك. تعمل. معلش اني يعني يعني اللبس يعني مش اللي هو عشان ابله شهيره. ابله شهيره هي اللي ما هي اللي ما قالتليش يعني احنا جايين هنا النهارده. كنت انا ايه لبست بقى اللبس اللي بيلمع واللي بيبرق في عز الظهر. لبس الفسحه لزوم الفسحه بس يعني كمان ايه اني والصلاه كنا بنبرم في الشوارع طول النهار ف يعني مقضيها كده. ايه يا مغاوري؟ ايه الكلام ده كله يا حبيبي؟ في ايه؟ اتلخبطوا بالهدرس. انا عايز نروح قبل. الله تعالى في ايه؟ وادي بقى يا سيدي مشير. لذيذه قوي. نحضنها زي اخواتها ولا عيب؟ مش اختك؟ احضنها عادي يا حبيبي. لا لا ننكسف ننكسف. في ميعادك بالظبط يا شوشو. ده انا متاخره نص ساعه. دي بقى يا سيدي بهيره. اهلا باختي بهيره. بهيره ومشيره وشهيره. زي الف ليله وليله. بس تعرف يا مغاوري شكلك لطيفه قوي. كنت متخيلك حاجه تانية خالص. انتوا كمان زي العسل. اهلا اهلا. ايه يا شوشو ده زي القمر. اسمك هانم يا مغاوي مرات باباك. اهلا وسهلا. اسمك هانم؟ لا يا حبيبي انا ماما. ماما تعال في حضني. تعال تعال. قالت لك يا ابني وخدتك في حضنها وبستك. اول نعمه. اسال ابله شير حد. ما هي مرات باباه، يعني تنفع تبقى مامته. لو خالتي رزقه سمعت الكلام ده. يعني ايه؟ هتزعل؟ ايوه، دي كانت تولع الدنيا، كانت تقلبها ولعه من راس التين للمعموره، مرام بقى بالمنتزه. ايه ده؟ المنتزه؟ ده انا خالتي والبنت اداره في المنتزه. لوحدهم؟ لا معاهم عصا او خال، داني موصي اللي فاضي منهم يعني. طب تيجي نفاجئهم ونطب عليهم، هم في انهي حته؟ عايده ولا فلسطين؟ لا عايده ولا فلسطين ولا العراق، احنا عندنا مشاوير اهم. انت يا صلاه خد تاكسي انت وروح لهم مش عايزينك. لا يا عم انا بنكسف نروح البلاجات دي. ليه يا صلاه؟ الناس هناك صنف تاني يا مدام، صنف كده متقنعرين ومستحميين وريحتهم حلوه. ما انت ومغاوري بقيتوا كده خلاص. صحيح يا ابله تفتكري؟ فلوس هي الفرق يعني؟ اوفر قوي اللي عملتيه ده يا سوري. ارتفيشال.
اي عيل صغير مش هيصدقه. يا حبيبي مغاوري ده خلاص انا طبقته وحطيته في شنطتي. في وجود شهيرة معاه ما افتكرش. قول لها اسمكتي. يقول لي ايه يا شاطر، دي حتى شهيرة هحطها خاتم في صباعي كده. طب خلاص احنا بقى قاعدين بنخطط وبندبر في ايه، ما المشكله اتحلت اهي. يعني ايه؟ يعني ملوش لزوم بقى عبد الحليم بركات ولا عمتي عزيزه ولا الياسر والناس اللي بيشتغلوا معاها، نلغي كل دول ونشوف حضرتك هتعملي ايه. هتفضل طول عمرك اهوج ومتسرع قدام اي مشكله واي اختيار، اي حاجه محتاجه منك فيها تفكير مفيش، صبر ما عندكش، عايز تنط فوق الحواجز بدل ما تلف حواليها وتدوس على اي شيء حتى لو كانت لغم ممكن ينفجر في وشك وينسفك. حتى وانت في امتحانات الكليه كنتش بتدي نفسك فرصه تقرا ورقه الاسئله كويس، حتى ورقه الاجابه كنت بتسلمها يلا بسرعه من غير ما تراجعها، والنتيجه كانت ايه؟ نجاح على الحركرك. ها مقبول. وطبعا عايز تتخرج بسرعه عشان شغل ابوك هو اللي مستنيك. كفايه بقى يا سهى، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. بالظبط زي ما حصل مع عزه، شفتها جريت ورحت طلبتها من اخوها ورجعت تاني يوم تضرب رجلك في الارض وتقول لنا عايزه اتجوزها، وحصل. ما فاتش اسبوعين الا وحصل. خلاص بقى يا سهى كفايه، انا بعترف اني اتسرعت واديني بدفع ثمن تسرعي اهو، بس ده برضه مش موضوعنا. انت حر يا حبيبي في مراتك وفي حياتك كلها، لكن ما تجيش علينا احنا بقى وتزقنا وتسربعنا عشان نتكفي على جوزنا. الموضوع مش صغير يا طلعت، دي ملايين متلتله. ابوك حب يلعب بيها وبينا واداها لعيل صغير، وعشان نرجع اموالنا دي كلها نعمل ايه بقى؟ نحايله نلعبه ناخده في حضننا، ولو ما استجابش نوريله العين الحمر، ولو ما خافش نضربه. عارف يعني ايه نضربه؟ هيقلي احنا دلوقتي فهمنا ماما كويسه طبعا. طبعا انا فاهم كل الكلام ده كويس قوي وكنت ماشي وراها فعلا، هي بقى اللي غيرت موقفها فجاه. عشان بفكر مره واتنين وعشره، بعدين احنا خسرنا ايه يعني؟ كل الطرق قدامنا مفتوحه وماشيين فيها كلها في نفس الوقت، واللي هيوصلنا الاول شكرا. وانت ايه اللي هلخبط لك شغلك؟ وشغل ايه اللي انت بتعمله اصلا؟ انا مش بشكك، انا بس عايز افهم. خلاص اوكي سوما معاك ايه؟ ده عايزك يا سوما، زعلان انك رحبتي بمغاوري وبيقول انك طمعتيه وحسيتيه كده ان احنا ضعاف. ايوه يا عزت، لما تبقى تحب تتخانق مع مراتك ابقى سألني الاول وانا افهمك. هو ايه ده بقى؟ بقالي ساعة عايزة اتكلم ومحدش مديني فرصة. ايه؟ مالك انت كمان؟ انا مش سامعة ولا كلمة منك. يوه استنى بقى لما اروح التهادي عشان افهمك. خير يا مشيرة، عايزة تقولي ايه؟ هو مش مغاوري ده اللي كنت بتقولوا عليه نصاب انه مش اخونا؟ ها؟ خير بقى، ايه اللي حصل النهاردة؟ مامي واخداه في حضنها وكلكم عمالين تقولوا له كلام لطيف. احنا مش كده نبقى ناس دوب لفاس وناس وحشين قوي؟ وايه الجديد؟ ما احنا كده بالفعل. انا اسف اتاخرت عليكم يا هوني. انت ايه اللي جايبه في ايدك ده؟ دي وجبات جافه كان طلبها السواق اللي معاكم اللوست خالد. فيها ايه؟ كل علبة فيها وجبة، لحمة باردة ساندوتش، تونة، فراخ بانيه، والفاكهة تفاح. بس ده مش طلبنا، ده الحاجات دي جت عندنا غلط، رجعها بقى. برضوني يا هاني، مش فاهم. يعني احنا بنجيب أكلنا معانا من السرايا، أكلنا عند خالد السواق، روح هاتولنا بقى. بس ده ممنوع يا هاني، مفيش أكل بيخش عندنا من بره. إيه اللي منعه يا أخوي؟ ما طول عمرنا بنروح البحر وناخد معانا أكلنا وشربنا وتبقى القعدة والفرشة، عجبة؟ لا بس اكيد ده بلاش تاني، لكن عندنا هنا مش ممكن. يفرق ايه عندكم عن غيركم؟ قلتها بره بندخل ببلاش، انما انتوا هنا سفح، ده انتوا تلايموه. ما هو علشان كده يا هانم. لا وبعدين بقى معاك، ما تسمع الكلام يا جدع، انت بلاش من اهدى.
احنا جعانين ومش هناكل غير اكلنا. لعلمكم بقى الاكل ده محسوب محسوب ومتضاف على البل كمان. بلا بل بلا بلبل ما يلزمناش. ابعد عني يا جدع انت، سيبني اتامل. سيبها هي تتامل، والاكل ده مننا احنا ليك بالهنا والشفا ليك انت وعيالك. متشكرين يا هانم، بعد اذنكم. استنى عندك، مش الاكل ده بتاعنا؟ امال واخده رايح على فين؟ اكلكم ما قلتش حاجه، بس الهوانم رجعوه. هم احرار، انا بقى هموت من جوع. واني كمان هات الاكل ده. براحتك، خد الاكل بس ورحمه ابوك فتح الباب، ما انت واكل من المحشي والملوخيه. ده مقر شركتكم ودي الوجهه. ايوه بس ده مقر الشركه القديم يا استاذ مختار. ايوه بس ما عدا العنوان كل شيء اتغير. المكاتب تحفه، فرش المكاتب الترا مودرن، حتى الديكورات اتغيرت كلها في ظرف اسبوع واحد بنص مليون جنيه. لا بقى، ده احنا ندخل نتفرج. لا انا عايز اتفرجكم على حاجه ثانيه الاول. محلات المول بتاعت زينيا؟ لا مش هي. يبقى خلاص نطلع بقى نتفرج، وبعدين ننزل نلحق الناس اللي هيخلصوا لنا اجراءات سفر سيد انيميا. صح، احنا ما صدقنا اقنعنا الدكتور فهمي يسافر معانا. يبقى احنا بقى ناجله الفرجه هنا يعني لبكره ان شاء الله. جرى ايه يا مو؟ هو انت خايف ولا ايه؟ ايوه ابله شهير، اني خايف. اصل انا مش فلوس وبس، هنا مركز وسلطه وهيلمان، وخايف لو شفنا ده الاول ننسى اللي كنت عايز افرجكم عليه وما تنسوهوش. ولو انا يعني نسيته في المستقبل فكروني بيه. انت عارف السيلة مخ، وانت قبل شهر شفتيها، بس شفتهم من بره، بس مشفتهاش من جوه. بقى ما مدتوش ايديكوا وطلعتوا مصارينا، وده اللي عايز نوريه لكم دلوقتي. رأيك انت؟ مش رأي حد تاني يا موغة. اذا كنت طيب انا اعرفش. الحكاية بومبا، اللي احنا فيه كابوس. تاخدوا الفلوس طه؟ بلاش جنان يا مغاوري. هاني نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقت؟ يا عم سيبنا وروح لحالك. سيد سافر خلاص، عايز لما يرجع ان شاء الله يلاقي ام سيد قاعدة بشقة جديدة بعفش جديد. كتبت عصا؟ حصل يا باشا حصل. وتلات شقق بقى ايه؟ جداد برضو. واحدة لابو زيد اللي هو ابو هيمة، واحدة للست ماري ام مخائيل، وواحدة لعيلة بيسو. ثلاث شقق هويين كده يدخلهم الشمس. ها؟ طب الشقة في حدود كام يعني عشان اكتب بس؟ زي ما تكون الشقة اكتب وادفع على طول، مفيش مشكلة. في خربتين متصورين عليهم ايه اليوفط بتاعت اسامي الناس اللي عايزين يبيعوهم، يعني معرضين للبيع. مالهم؟ عايز تشتريهم دول كمان؟ في اسرع وقت وبأي ثمن. عايزك تتفقلي ايه؟ مع شركة مقاولات كده محترمة من اللي مش بتنصب على الناس دي، تمام؟ تبني بقى مكان الاراضي دي عمارات جديده. عمارات جديده لاهل السياده الغلابه، وتحت كل عماره سوق ومحلات يمتلكوها العيال الصيع والرجاله اللي ما بيشتغلوش، اللي بيهربوا على اليونان وايطاليا في البحر ويغرقوهم هناك او يردوهم، تمام؟ وكمان البنات اللي بتتباع للجواز العرفي. انت عارف يا مغاوري مشروع زي ده يكلفك قد ايه؟ لا ده لازم يتحسب بالكمبيوتر يا متر. احسبوها بالكمبيوتر، احسبوها زي ما تحسبوها، المهم يبقى ايه المشروع في التنفيذ. مش ممكن نبتدي التنفيذ قبل ما نعرف التكاليف والميزانيه. يعني ايه؟ يعني لازم نضمن انه يبقى في حدود اللي عندك. افرض ان الفلوس اللي في البنوك والاصول اللي في الشركتين بتاعتك انت وشهيره هانم ما كفتش. لا يا مت ما تكفيش. يعني ايه؟ النعمه اللي واقع عليها مغاوري بيه تقضي المشروع ده و10 مشاريع كمان. طب افرض شهيره هانم اعترضت. ولو ان يعني شهيره
شاركت بس في الشركة يعني، وبقيت الفلوس السايلة كلها بتاع تاني لوحدي. بس ماشي، يعني عندي حل يعني يخلص لك الموضوع ده كله. ايه هو؟ تتجوز انت اختي شهيرة وانا اتجوز اختك رانيا.